بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة العاشرة من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر المحاسبة المتقدمة في المستوى السابع محاسبة. طبعا الصوت واضح، نعم. بالنسبة لمحاضرة الأمس، كما تعلمون أن هناك حدث عطل في النظام ولم نستطع إعطاء المحاضرات في الأمس، وأعتقد أنه تم إبلاغكم بهذه الأعطال الفنية من قبل الإدارة. الآن بالنسبة لعملية تعويض المحاضرة، يعني متى ترغبون بعملية التعويض؟ هل في هذا الأسبوع أم الأسبوع القادم؟ هذا الأسبوع. طيب، يعني غدا إيش في عندكم في اليوم الثلاثاء في نفس الموعد الساعة 5:30؟ في عندكم محاضرات؟ طيب، في 4:45؟ هل نضع غدا محاضرة أم نتركها يوم الأحد القادم في نفس موعدها السابق؟ الاختبارات متى موعدها هي؟ الاختبار يعني نحن اليوم 28/10، اختبارات 11/11 تبدأ. نعم، يعني يمكن ما زال. نعم، في وقت، بس نبغى نختم. ما في مشكلة، حتى يعني كنت أبغى أسوي محاضرة مراجعة أيضا غير المحاضرات الموجودة. احنا يعني تقريبا في النهايات ما بقى لنا شيء، اليوم يعني المحاضرة 23 أو الحلقة 23 نبدأ فيها، فما أدري يعني خلاص نثبت على بكرة 4:45 مناسب، غدا الثلاثاء الساعة 4:45. هل مناسب غدا؟ الساعة 4:45. زين للجميع هذا الموعد. تمام، اذا ان شاء الله حضيف المحاضرة اليوم. تمام، غدا الساعة 4:45 تعويضا لمحاضرات الامس، تعويضا لمحاضرة الامس. إذا تحدثنا في المحاضرات الماضية عن الموضوعات المتعلقة في العمليات الاندماج والاتحاد، ووصلنا عند الموضوعات، الموضوع الأخير المتعلق في عملية المعالجة المحاسبية للسيطرة، وتحدثنا عن أن السيطرة تحدث عندما تقوم الشركة باستثمار في شركة أخرى ولكن بأكثر من 50% من أسهمها، فهنا هذا يعتبر شكل من أشكال الاندماج عندما
يساهم بأكثر من 50%، لأنه مساهمة بأكثر من 50% كما تعلمون هو عبارة عن سيطرة وتحكم في قرارات إدارية واستراتيجيات الشركة المسيطر عليها. فنبدأ بالأسئلة اختصارا للوقت. وبالنسبة لسؤال فاطمة، يعني الأسئلة المهمة، الأسئلة المهمة يعني التي تطرح في المحاضرات الحية، يعني تعتبر تقريبا هذه هي الأسئلة المهمة اللي ممكن تكون موضوع للاختبار النهائي. فبالنسبة للسؤال الأول، تمثل حالة السيطرة عندما تمتلك شركة أسهم شركة أخرى وتكون نسبة التملك أكثر من ألف 30%، باء 50%، جيم 60%، دال 80%. نعم نعم، سؤال هبة نعتمدها ونركز. يعني ذكرت لكم يعني تقريبا يعني حتى ما يكون يعني هناك ملامة في الاختبار النهائي، دكتور إجا سؤال أو سؤالين أنت ما طرحتهم علينا في اللقاءات الحية، قد أكون نسيت أو أكون يعني طوفت أو يعني. فمثل ما قلت لكم تقريبا يعني تشكل ما بنسبته 90% من أسئلة الاختبار النهائي. نعم الإجابة صحيحة رغد، أحسنت. عندما تستثمر أكثر من 50% من هي القيود، المشكلة في الجزء الثاني وهي المتعلقة بالمنشآت ذات الفروع، ولكن يعني بأسئلة الخيارات يعني حتكون واضحة، يعني إن شاء الله تكون أمور سهلة جدا. نعم إذا السؤال الآخر، في 1/1/2016 اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 1,800,000 ريال نقدا، كما دفعت الشركة عمولات 50,000 ريال عمولات سمسرة وتعامل مدققين ومحامين، نتج عن عملية الشراء نشوء علاقة قابضة وتابعة بين الشركتين سين وشركة صاد. الآن تكلفة الاستثمار في الشركة صاد يساوي 1,800,000، باء 1,850,000، جيم 1,750,000، دال ليس مما ذكر. نعم 1,800,000، نعم أحسنت يا هبة. كما ذكرنا في المحاضرات، أحسنت يا فاطمة، كما ذكرت في المحاضرات الماضية أن نعم المصروفات لا تدخل في ضمن تكلفة الاندماج، لا تدخل ضمن تكلفة الاندماج، وإنما تعتبر مصروفات فترة، تعتبر مصروفات فترة سواء كانت اندماج أو اتحاد أو سيطرة، لأن هذه طريقة الحياز. نعم أحسنت أيضا يا بسمة. أيضا السؤال الآخر، في 1/1/2016 اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 1,800,000 ريال نقدا، كما دفعت الشركة سين في سبيل إتمام الصفقة مبلغ 50,000 نقدا عمولات سمسرة وتعامل مدققين ومحامين، نتج عن عملية الشراء نشوء علاقة قابضة وتابعة ما بين الشركتين سين وصاد. الآن الطرف المدين من قيد الاستثمار الذي يتم إثباته هو ألف النقدية، باء رأس المال، جيم الاستثمار في الشركة صاد، دال رأس المال الإضافي. الإجابة الصحيحة نعم الحساب الاستثمار في الشركة صاد، الاستثمار في الشركة صاد، إجابة صحيحة. وكما تعرفون أن حالة السيطرة عند احتساب الاستثمار في الشركة صاد فقط، لا يوجد هناك عملية انتقال، فقط ما يتم إثباته هو قيد الاستثمار، قيد الاستثمار، لأنه ما في هناك يعني اندماج بين الشركتين، لأن السيطرة تبقى يعني الشركتان تزاولان نشاطهما بشكل منفصل عن الآخر. طيب الآن الطرف الدائم من القيد، الطرف الدائم هل هو الاستثمار في شركة صاد، باء النقدية، جيم رأس المال الإضافي،
دال رأس المال. نعم، حساب النقدي، أحسنت يا بسمة. من الشروط الواجب توفرها الأعداد القوائم المالية الموحدة: ألف، تملك الشركة القابضة أكثر من 50% من أسهم الشركة التابعة. ب، توفر النية والرغبة لدى الشركة القابضة على السيطرة على الشركة التابعة. ج، ألف زائدا ب، د، أن تعمل الشركتان في نفس النشاط. نعم، الإجابة ج. نعم، أحسنتم، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. إذن من الشروط حتى يتم إعداد قوائم مالية موحدة يجب أن يكون هناك تملك بأكثر من 50%، ويجب أن يكون هناك نية للسيطرة، لأن في بعض الأحيان تحصل بالمصادفة أني أنا أمتلك أكثر من 50% ولكن ليس لدي الرغبة للسيطرة، ولكن الهدف مثلا للمتاجرة، فهنا لا يتم إعداد قوائم مالية موحدة، لأن ليس الهدف الاستثمار طويل الأجل، وإنما الاستثمارات القصيرة الأجل، فالهدف هو الذي يحدد كيفية إعداد القوائم المالية الموحدة أم لا. نعم، في 1/1/2016 اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 1,800,000 ريال، كما دفعت الشركة سين في سبيل إتمام الصفقة مبلغ 50,000 ريال نقدا عمولات سمسرة وأتهاب مدققين ومحامين. نتج عن شراء الشركة سين لأسهم الشركة صاد نشوء علاقة قابضة وتابعة، فإذا بلغت صافي أصول الشركة التابعة بالقيمة العادلة 1,750,000 ريال مقدار الشهرة الذي يظهر في الميزانية: ألف، 50,000 ريال شهرة موجبة، ب، 50,000 ريال شهرة سالبة، 100,000 ريال شهرة موجبة، 100,000 ريال شهرة سالبة. خمسين ألف، نعم، تكلفة الاستثمار، أحسنت يا فاطمة، تكلفة الاستثمار ناقص صافي الأصول الشركة التابعة، لأنه هنا تملك 100%، تمتلك كامل الأسهم. إذن إجابة صحيحة، أحسنتم. طيب، إذا كانت سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة مؤقتة، سيطرة مؤقتة، فهل تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة؟ نعم أم لا؟ لا تقوم. نعم، أحسنت، لا تقوم، لأنه سيطرة مؤقتة، لأنه ليس الهدف هو السيطرة. طيب، إذا كانت الشركة القابضة أسهمها غير متداولة في السوق المالي، فهل تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة؟ لا، أيضا إذا كانت الشركة القابضة السمعة غير متداولة فهي لا تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة. أيضا إذا كانت الشركة القابضة هي نفسها شركة تابعة لشركة أخرى، هل تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة؟ نعم، إذن أيضا لا تقوم هنا إذا كانت الشركة القابضة هي شركة تابعة لشركة أخرى. فهنا يعني حتى في الولايات المتحدة قد تصل السلسلة إلى 200 شركة في بعض الأحيان، فإن الشركة تكون قابضة لشركة أخرى، الشركة القابضة تابعة لشركة أخرى، الشركة التابعة قابضة لشركة أخرى وهكذا. وبالتالي إذا كانت الشركة القابضة هي شركة تابعة، بالتالي لا يتم إعداد قوائم مالية موحدة.
إذا كان هناك اختلاف ما بين انتهاء السنة المالية للشركتين القابضة والتابعة، يعني على سبيل المثال السنة المالية للشركة التابعة تنتهي مثلا في شهر 11، السنة المالية للشركة القابضة تنتهي في شهر مثلا 12، فكيف يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لأي تاريخ؟ مجمع القابضة كانت الفترة طبعا تقل عن 3 شهور، إذا كانت تقل عن 3 أشهر مجمع القابضة، مجمع القابضة. أما إذا كانت أكثر من 3 شهور فلا يتم إعداد قوائم مالية موحدة. ما هي القوائم المالية الموحدة التي يتم إعدادها بتاريخ التملك؟ إذا كان أكثر من 6 شهور لا يتم إعدادها، لا يتم إعداد قوائم مالية. تقوم الشركة القابضة في تاريخ التملك بإعداد ألف قائمة دخل موحدة، باء ميزانية موحدة، جيم رفقات نقدية موحدة، دال جميع ما ذكر. في تاريخ التملك ما هي القوائم المالية التي يتم إعدادها في تاريخ التملك يا فاطمة؟ ركزي على الإجابة وعلى السؤال. في تاريخ التملك فقط، في تاريخ التملك ما هي القوائم المالية التي يتم إعدادها في تاريخ التملك؟ هل هي قائمة دخل، ميزانية، تدفقات نقدية موحدة، جميع ما ذكر؟ فقط يتم إعداد ميزانية موحدة في تاريخ، في يوم اللي تم فيه السيطرة فقط نقوم بإعداد ميزانية موحدة، لأنه ما في عندنا لا قائمة دخل ولا نشاط ولا مزاولة، وبالتالي لا يتم إعداد تدفقات ولا إعداد قائمة دخل، إنما يتم إعداد ميزانية موحدة فقط في تاريخ التملك، لأنه لم تمارس الشركة نشاطها بعد تاريخ السيطرة. أما في الفترات التالية، في الفترات التالية للتملك بعد تاريخ التملك في نهاية السنة، مثلا أنا تملكت في 1/5، في 1/5 يتم إعداد فقط ميزانية موحدة. أما في 1/30/12 يتم إعداد مجموعة متكاملة من القوائم المالية الموحدة. عند إعداد القوائم المالية الموحدة في ظل تملك القابضة 100% من أسهم الشركة التابعة، فإن الحقوق غير المسيطر عليها تظهر في ألف قائمة الدخل الموحدة، باء تظهر في الميزانية الموحدة، جيم ألف زائدا باء دال لا يوجد حقوق غير مسيطر عليها. لا يوجد، نعم أحسنتم، لأنه الآن تملك 100%، متى تظهر الحقوق غير المسيطر عليها أو كانت تسمى سابقا الحقوق حقوق الأقلية، كانت تسمى سابقا، ولكن في التعديلات الأخيرة لمعايير المحاسبة الدولية أصبح يسموها غير المسيطرة، حقوق غير المسيطر عليها، وبالتالي هذه إذا كانت نسبة التملك أقل من 100%، يعني الشركة القابضة على سبيل المثال تمتلك 80% من أسهم الشركة التابعة، فهذا يعني أن هناك 20% مملوكة لأطراف أخرى، هذه الأطراف الأخرى تسمى حقوق غير المسيطر عليها، كانت سابقا تسمى حقوق الأقلية، حقوق الأقلية. فلذلك حتى إذا سمعتم كلمة حقوق الأقلية أو مصطلح حقوق الأقلية فهذا نقصد فيه حقوق غير المسيطر عليها، وهي التعديلات في التسمية، في التعديلات الأخيرة لمعايير المحاسبة الدولية، وهذه تظهر عند التملك بنسبة أقل من 100%.
طبعا ايضا اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 170 ألف ريال نقدا. نتج عن شراء الشركة سين لأسهم الشركة صاد نشوء علاقة قابضة وتابعة بين الشركة سين والشركة صاد، وكانت صافي القيمة العادلة لوصول الشركة التابعة 160 ألف ريال. مقدار الشهرة الناتجة ألف 10,000 ريال، باء 170 ألف ريال، جيم 160 ألف ريال، دال 330 ألف ريال. وهو سؤال مشابه في السؤال السابق. مقدار الشهرة، نعم شهرة موجبة حسنتية فاطمة 10,000 ريال. عند إعداد القوائم المالية الموحدة وفي ظل تملك الشركة القابضة لأقل من 100% من أسهم الشركة التابعة، فإنه يتوجب إظهار الحقوق غير المسيطر عليها كبند ألف مستقل في الميزانية الموحدة، باء مستقل في قائمة الدخل الموحدة، جيم غير مستقل في الميزانية الموحدة، دال غير مستقل في قائمة الدخل الموحدة. صوت الآن موجود؟ صوت واضح؟ صوت واضح؟ نعم صوت واضح. إذن نعم كمان مستقل في الميزانية الموحدة ويظهر ضمن حقوق ملكية الشركة القابضة. تظهر، وهو السؤال التالي، تظهر حقوق غير مسيطر عليها بشكل منفصل ضمن أصول الشركة القابضة. باء حقوق ملكية الشركة القابضة، أصول الشركة التابعة حقوق ملكية الشركة التابعة. نعم حقوق ملكية الشركة القابضة. أحسنت أحسنت. أيضا سؤال آخر، سؤال آخر، سؤال مهم. عند إعداد القوائم المالية الموحدة في ظل تملك الشركة القابضة 100% من أسهم الشركة التابعة، فإن الحقوق غير المسيطر عليها تظهر في ألف قائمة الدخل الموحدة، باء الميزانية الموحدة، جيم قائمة التدفقات النقدية الموحدة، دال لا يوجد قيمة للحقوق غير المسيطر عليها. أعيد السؤال، أعيد السؤال، وأيضا هذا كلكم تطلبون إعادة السؤال. نعم السؤال يقول، وراح أعيده ببطء أيضا. عند إعداد القوائم المالية الموحدة في ظل تملك الشركة القابضة 100% من أسهم الشركة التابعة، فإن الحقوق غير المسيطر عليها تظهر في ألف قائمة الدخل الموحدة، باء الميزانية الموحدة،
جيم قائمة التدفقات النقدية الموحدة، دال لا يوجد قيمة للحقوق غير المسيطر عليها. نعم نعم أحسنت أحسنت يا رغد، أحسنت يا فاطمة، لأن هنا تملك 100%، فإذا ليس هناك أطراف أخرى متملكة، فأنا متملك كامل يعني 100%، لذلك وبهذا لا يوجد حقوق غير مسيطر عليها. طيب الآن كما تعلمون إذا كان هناك نسبة تملك أقل من 100% فيعني وجود حقوق غير مسيطر عليها. أيضا هناك طريقتين لاحتساب الشهرة والحقوق غير مسيطر عليها، هي طريقة إظهار كامل قيمة الشهرة وطريقة إظهار الشهرة جزئيا. ويجب أن تحفظوا معادلات احتساب الشهرة وفقا للطريقتين، الطريقة الكلية والطريقة الجزئية، لأنه حيأتي عليها أسئلة. وفقا لطريقة إظهار كامل قيمة الشهرة يتم إظهار ألف ما يخص القابضة فقط من الشهرة، باء ما يخص التابعة فقط من الشهرة، جيم ما يخص القابضة والأقلية من الشهرة، دال ما يخص التابعة والأقلية من الشهرة. نعم كامل الشهرة، أحسنتي يا رغد، أحسنتي يا فاطمة، أحسنتي يا فاطمة، ركزوا لي عليها. أيضا على المعادلات احتساب الشهرة جزئيا وكليا، مهمة هذه الشهرة جزئيا وكليا، وفقا لطريقة إظهار كامل قيمة الشهرة يتم تقدير قيمة حقوق غير المسيطر عليها الأقلية بالقيمة ألف العادلة، باء الدفترية، جيم لا يتم احتساب حصة الأقلية من الشهرة، دال ليس مما ذكر. نعم بالقيمة العادلة يتم احتسابهم بالقيمة العادلة. نعم وفقا لطريقة إظهار كامل قيمة الشهرة يتم حساب الشهرة وفقا للمعادلة التالية: ألف أصول الشركة القابضة زائد القيمة المقدرة لحقوق الأقلية ناقصا صافي القيمة العادلة لأصول الشركة التابعة، باء تكلفة الاستثمار زائدا القيمة المقدرة لحقوق الأقلية ناقص صافي القيمة العادلة لأصول الشركة القابضة، جيم تكلفة الاستثمار ناقص صافي القيمة العادلة لأصول الشركة التابعة، دال تكلفة الاستثمار زائدا القيمة المقدرة لحقوق الأقلية ناقص صافي القيمة العادلة لأصول الشركة التابعة. نعم أحسنت يا فاطمة، فاطمة كتبت لكم المعادلة. زين من المهم أنكم تحفظوا هذه المعادلة وتطبقون عليها، تطبقون عليها. أيضا الأسئلة النظرية على طريقة الشهرة جزئيا، وفقا لطريقة إظهار الشهرة جزئيا وفقا لطريقة إظهار الشهرة الجزئية يتم احتساب
أو يتم إظهار الشهرة، ألف ما يخص القابضة فقط، باء ما يخص التابع فقط من الشهرة، جيم ما يخص القابضة والأقلية من الشهرة، دال ما يخص التابع والأقلية من الشهرة. جزئيا نعم، أحسنت يا فاطمة، أحسنت يا فاطمة، أحسنت يا فاطمة. سؤال مهم: يتم حساب الشهرة وفقا لطريقة إظهار الشهرة جزئيا حسب المعادلة التالية: ألف تكلفة الاستثمار ناقصا نسبة تملك حقوق الأقلية ضرب صافي القيمة العادلة لأصول الشركة التابعة، باء تكلفة الاستثمار ناقص نسبة تملك القابضة ضرب صافي القيمة العادلة لأصول الشركة التابعة، جيم تكلفة الاستثمار ناقص نسبة تملك القابضة ضرب صافي القيمة العادلة لأصول الشركة القابضة، دال تكلفة الاستثمار ناقص صافي القيمة العادلة لأصول الشركة التابعة. نعم أحسنتم، أحسنتم، وهي المعادلة كتبت لكم إياها فاطمة، واحفظوا المعادلة، احفظوا المعادلة، المعادلات حقت الشهرة احفظوها. سؤال آخر على الشهرة، سؤال ركزوا على هذا السؤال: اشترت الشركة سين 80% من أسهم الشركة صاد بمبلغ 1,600,000 ريال نقدا، نتج عن شراء الشركة سين لأسهم الشركة صاد نشوء علاقة قابضة وتابعة بين الشركة سين والشركة صاد، وبلغت صافي القيمة العادلة لأصول الشركة التابعة بتاريخ التملك 1,500,000 ريال، كما قدرت القيمة العادلة لحقوق الأقلية 370,000 ريال. قيمة الشهرة وفقا لطريقة إظهار الشهرة كليا هي: ألف 470,000 ريال، باء 100,000 ريال، جيم 150,000 ريال، دال 400,000 ريال. نعم أحسنت يا فاطمة، أحسنت يا هبة، معادلة ونطبق عليها مباشر، تطبيق مباشر على المعادلة. نعم أحسنت يا بسمة، إجابة صحيح، إذا تطبيق مباشر على المعادلة، تطبيق مباشر على المعادلة. أوكي طيب، نفس بيانات السؤال، لو طلبنا قيمة الشهرة وفقا لطريقة إظهار الشهرة جزئيا: ألف 470,000، باء 400,000، جيم 150,000، دال 100,000. نعم أحسنت يا فاطمة،
أحسنت يا فاطمة، بسمع إجابة صحيحة. لا بسملة ليس دالة. إجابة الإجابة هي باء، صح؟ خيار باء. باء ذكرت 400,000. إذا الإجابة صحيحة هي 400,000، صحيح. إذا أحسنت إذا. إذن هذه إجابة السؤال. طيب، اشترت الشركة سين 80% من أسهم الشركة صاد بمبلغ 1,530,000 ريال. نتج عن شراء شركة سين لأسهم الشركة صاد نشوء علاقة قابضة وتابعة، وبلغت صافي أصول الشركة التابعة بالقيمة العادلة 1,820,000 ريال. قيمة الشهرة وفقا لطريقة الشهرة جزئيا تساوي 74,290,690,000. دال ليس مما ذكر. أعيد الأرقام، أرقام الخيارات. طبعا. اشترت الشركة سين 80% من أسهم الشركة صاد بمبلغ 1,530,000 ريال نقدا. نتج عن شراء الشركة سين بأسهم الشركة صاد نشوء علاقة قابضة وتابعة، وبلغت صافي أصول الشركة التابعة بالقيمة العادلة 1,820,000 ريال. قيمة الشهرة وفقا لطريقة إظهار الشهرة جزئيا تساوي 1,074,000، باء 290,000، جيم 690,000، دال ليس مما ذكر. طيب الآن قيمة حقوق الأقلية وفقا لهذه المعطيات، قيمة حقوق الأقلية أعطيكم خيارات. قيمة حقوق الأقلية ألف 74,000، طبعا وفقا لطريقة إظهار الشهرة الجزئية، وفقا لطريقة إظهار الشهرة الجزئية حقوق الأقلية تساوي 74,000، باء 306,000، جيم 364,000، دال ليس مما ذكر. ما فيها حقوق ليه فاطمة؟ 80% تمتلك، لازم يكون فيها حقوق. طالما في امتلاك أقل من 100% إذن يجب أن يكون هناك حقوق أقلية. تمتلك 80%. فإذن هناك حقوق أقلية. الأرقام شو فيكم؟ هاي الأرقام 74,000، 306,000، جيم 364,000، دال ليس مما ذكر. قيمة حقوق الأقلية وفقا لطريقة إظهار الشهرة جزئية. شوي بنحلها. طيب حلوها، يلا يا فاطمة حلوها.
حطيخ مخت للحب. نعم. ممكن بس تعيد السؤال عشان ترتيب الأفكار. أعيد السؤال. اشترت الشركة سين 80% من أسهم الشركة صاد بمبلغ 1,530,000 ريال نقدا. ايش رأيكم اكتب لكم السؤال؟ اطبع لكم السؤال واعطيكم اياه لحظة. تمام. طبعا الإجابات 364,000. أحسنت أحسنت فاطمة ورغد. نعم أنا كتبت السؤال. نعم كتبت السؤال. أحسنتم. إجابات صحيحة. إجابات صحيحة. السؤال الأخير في حلقة هذا اليوم. عند إعداد الميزانية الموحدة يتم إظهار حقوق غير المسيطر عليها في الجانب ألف المدين من عمود التسويات، باء الدائم من عمود التسويات، جيم لا تظهر حقوق غير المسيطر عليها في عمود التسويات ليس مما ذكر. نعم في تظهر في الجانب المدين من عمود التسويات. إذا نكتفي بهذا القدر اليوم من هذه الأسئلة. الأسئلة التي طرحت في هذا اليوم مهمة. أيضا الموضوعات التي طرحت تعتبر من الموضوعات المهمة في المحاسبة المتقدمة. أذكر في محاضرة الغد في الساعة 4:45 مساء. أرجو من إذا كان عندكم جروب سؤال أخير يا ابن عم. عند إعداد الميزانية الموحدة يتم إظهار حقوق غير المسيطر عليها في الجانب المدين من عمود التسويات، دال الجانب الدائن من عمود التسويات، جيم لا تظهر حقوق غير المسيطر عليها في عمود التسويات، دال ليس مما ذكر. نعم. إذن هبة أرجو أن تكتبي في الجروب عن محاضرة الغد، تعلني عنها في جروب المحاسبة المتقدمة إذا كان هناك جروب لكم على هذه المقررة. فنعم جزاك الله خيرا. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم.
إلى أن ألتقيكم في المحاضرة الغد إن شاء الله، لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.